ذهب إلى رحاب ربه في العشر الأواخر من رمضان، تلك العشر التي فيها العتق من النيران. أقول أيها الابن الباكي، أيها الأخ الشاكي، أأنتم أرحم على ميتكم من ربكم؟ فوالله الذي رفع السماء بالعمد، إن الله أرحم على ميتكم من الأم الشفيقة على ولدها. ترك دنيا الشقاء ورحل إلى دار البقاء، تعجل الرحيل، ولكن لا نقول ما يغلب ربنا منا، فالعين تدمع والقلب يحزن، ولا نقول ما يغلب الرب، وإنا لفراقك يا والدنا لمحزنون، وإنا لله وإنا إليه راجعون. أيها الابن الباكي، أيها الأخ الشاكي، إني معزيك لأني على ثقة، إني معزيك لأني على ثقة من الحياة، ولا سنة الدين، فلا المعزى بباقي بعد ميته، ولا المعزي ولو عاش إلى حين. أيها الأحباب، المقام ليس مقام، بل هو مقام حملة القرآن، هم أهل الله وخاصته. أتقدم بواجب العزاء بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن أئمة مساجد مديرية أوقاف البحيرة. أحمل لكم تعازي فضيلة الشيخ الدكتور محمد شعلان، وكيل أول وزارة أوقاف البحيرة. أتقدم بواجب العزاء إلى آل خيمة، وكذلك إلى آل الجزيري، وخاصة الحاج حامد الجزيري الذي أعتبره أخا للتقي ورب أخ لم تلده أمه. أيها الأحباب، وليكن نصف الختام مع ذلك العلم القرآني والقارئ الإذاعي سفير من سفراء القرآن في العالم العربي والإسلامي، شهد له أقرانه بأنه ملك المقامات، لا أقول في مصر بل أقول في العالم العربي والإسلامي. ليس ذلك مداهنة مني ولا تسلقا ولا نفاقا، ولكن ولست أنا بقارئ، وإنما محبا للقرآن وأهله، وإنما محبا للقرآن وأهله، فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالرجال فلاح. أحب الصالحين ولست منهم، لعلي أن أنال بهم شفاعة وأقع من تجارتهم معاصي، وإن كنا سويا في البضاعة. إن كان الله سبحانه وتعالى قد أكرم كلبا في القرآن لمصاحبته للأخيار، فما بالكم بمن يصاحب أهل القرآن مع ملك المقامات، مع صاحب الصوت الشديد، العلم القرآني والقارئ الإذاعي فضيلة الشيخ عبد الناصر حرك. من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Thank you.
إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا يشرب بها عباد الله عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا يشربون من كأس كان مزاجها كافورا يشرب بها عباد الله عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا عينا يشرب بها عباد الله يفجرون
يفجرونها تفجيرا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر يوما كان شره مستطيرا ويطعمون ويطعمون الطعام على حبه ويطعمون الطعام على حبه
ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة سرورا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا تعالى شوف ربنا يجعلنا وياك حبيبي إنا نخاف من عبوسا
قنطريرا. فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا ولقاهم نظرة فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا وجزاء بما صبروا جنة. وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بها بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد
بسم الله الرحمن الرحيم إذا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لن يره أحد ولسانا وشفتين وبديناه النجدين فلاقتحم العقبة فلاقتحم العقبة ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين فاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة ألم نجعل له ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين
الرجلين وهديناه النجدين فلو اقتحم العقبة ولا أدراك ما العقبة فك رقبة فك رقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما 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 ذا مقربة أو مسكينا أو مسكينا أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة ثم كان من الذين وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة خلاص بقى ما خلاص بقى خلاص كده يا يوسف مش مشكلة يا أستاذ لكن لو تنام انا اسف علي هو يا كده يا كده ما مش عارف انا ثم كان من الذين امنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم لإلاف قريش عزيزنا معاك
لا بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الصيف فليعبدوا هذا البيت فليعبدوا رب الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق